لو الحكايه فيها ان فيتو. تعرف الفنان عبد الفتاح القصري؟ اكيد طبعا. طيب ايه اشهر افلامه؟ في الانسه حنفي، في الفيلم اللي هو كان مع نجيب الريحاني ده اسمه سي عمر، اسمه ليسي في متحف الشام، فيلم اسمه يا ربي ابن حميدو. اعرف فيلم ابن حميدو فتاكه السكر. طبعا مفيش حد ما يعرفوش. مين يعرفه؟ طيب قولوا لي ايه اشهر افلامه؟ انسه حنفي، ابن حميدو، وسكر هاني. ابن حميدو فتاكه السكر، لا سكر هاني. سكر هاني وابن حميدو. ايه اشهر افهاته لو تقدر تقلدها لنا؟ تقليد صعب بس هو فيه يا صفايح الزبده السايحه يا براميل القشطه النايحه. انا كلمتي لا ممكن تنزل الارض ابدا، خلاص هتنزل المره دي. كلمتي ما تنزلش الارض ابدا. اللي يدخل كيف السبع عمره ما يطلع. انت حنف يا انت ينزل المره دي، لكن المره الجايه لا تحصل ابدا. كلمتي عمرها ما تنزل الارض ابدا. انا في مفيش حاجه. انا في خلاص هتنزل المره دي. يا صفايح الزبده السايحه فيكو.